طيب قصة الكهف، على كل قصة الكهف تنتهي، هي في عدة قصة، عفوا عندك عدة قصص في سورة الكهف، خصوصا أربعة بارزات، منهن الكهف ومنهن قصة موسى مع الخضر. والخضر على فكرة احنا سبق شرحنا، يبدو انه الخضر كان عند طبرية، وبينا الأدلة وقتها عند طبرية لما صارت مع القصة، ولما رجع موسى قصص يقص وجد الخضر مسجى يعني مغطى بثوب عند الصخرة، فقال السلام عليكم، فرد كشف عن وجهه الخضر، وهذا حديث صحيح، وقال أنا بأرض السلام، أنا بأرضك السلام، يعني هذه أرض لها وظيفة، يفهموا وين كاينين في المسألة. وموسى على فكرة منع من دخول فلسطين، وحتى اليهود بيقولوا منع هو وهارون، بس قولهم هم انه منع قال يعني عقوبة لهم، وهذا كلام من اللي بيخترعوه هم لانه عندهم خرافات كثير، ولكن هو لم يسمح لموسى عليه السلام، شوف الحكمة، لم يسمح لموسى ان يدخل فلسطين، وتوفي قريب من فلسطين كما جاء في الاحاديث الصحيحة كثيرة، انه طلب من الله ان يقرب من الارض المقدسة رمية بحجر، إلا هي فلسطين يعني رمية بحجر، واستجاب له الله سبحانه وتعالى قربه فمات على مشارفها الأرض المقدسة، هي الأرض المقدسة اللي هي قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني أن تدخلوها، تمام. وطبعا وقتها أنتم بتعرفوا القصة، هم تقاعسوا وصار فيما بعد التيه طيب. وشوف الحكمة الآن، وهارون كمان ما دخلهاش، يعني موسى وهارون ما دخلوهاش الأرض المقدسة، وكان حابب أنه يموت موسى عليه السلام قريب منها، أنه مش والله تمنى على الله أن يدخلوا الأرض المقدسة فيموت فيها، لا يقربوا بس إلها، لأنه بيعرف أنه هو ممنوع لحكمة ربانية. أنتوا فكروا في هاي الحكمة وشوفوا الأحداث، تمام. هم بزعموا طبعا أنهم أتباع موسى، وين هم وين موسى؟ موسى عليه السلام لو قام من قبره لقاتلهم أنو موسى ما هو تبرع منهم أصلا، مش في القرآن وبس، لا أملك إلا نفسي وأخي، وتبرع منهم في التوراة كما في العهد القديم موجود. وموسى وأصلا حتى عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، تصور بقول لك داود ملك اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كمان هاي الخاتمة كمان عيسى، ها؟ طيب أثرية الإسراء لها علاقة بالأهل الكتاب، وأثرية الكهف لها علاقة، وهي موسى، ولكن تنتهي سورة الكهف على فكرة، تنتهي نهاية جميلة برجل يجوب الآفاق، مصلح في الأرض، له قوة وله سلطة وله نفوذ، ها؟ اللي هو مين؟ ذي القرنين. شو بترمز؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في آخر سورة مريم اللي بعد، عفوا وليس قبل، قلنا قبل مشانكم بعد، ها؟ ودا إيش هالنهاية هاي؟ إيه معناته راح يجي؟ هون بعض الناس قال لك ممكن هذا برضو، مع انها قصة قديمة قضية ذو القرنين، انه يرمز ايضا لعودة الاسلام المشرف على صلاح الامم. ما هو لاحظوا هو شو كان عمله ذو القرنين، يبدو انه كان له موسى النبي يعني مشرف معاه، يستشير نبي وتفاصيل، ورجل صالح، ولكن اذا بتلاحظوا دوره في الامم الارض واصلاح الامم في الارض، ولذلك بعض الناس شبهوا بالمهدي او شبه المهدي فيه، انه تنتهي سورة ايش؟ الكهف.